والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على هديه واتبع هداه إلى يوم الدين. سلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم مزيدا من التوفيق والسداد والإعانة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. استكمالا لحديثنا عن التطوع عند السلف، وأقصد بالسلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حاجة إلى المال، ويقف أبو بكر رضي الله عنه قد أتى بماله كله فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قدمت؟ ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هنيئا لك يا أبا بكر على ذلك الأمر. نأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم نصف ماله. ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. وهكذا يأتي أبو بكر وعمر في أكثر من موضع رضي الله عنهم، فإنهم يفعلون مثل هذا الفعل ويقدمون على هذا العمل. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه في أمس الحاجة في جيش العسرة إلى من يقدم وأن يتطوع بماله، فيقوم عثمان رضي الله عنه فيقول: علي 100 ناقة يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها. ليس هكذا، بل استمر النبي في خطبته، فقام عثمان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، علي 100 ثانية بأحلاسها وأقتابها. واستمر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علي 100 ثالثة بأحلاسها وأقتابها. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جاء في بعض الروايات أن عثمان بن عفان قد تصدق وتطوع ب700 ناقة بأحلاسها وأقتابها. نظر إليه النبي يكافئ هذا الرجل وهذا العمل المعطاء وهذا العمل التطوعي الكبير، قال: ما ضر ابن عفان بعد اليوم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب كانت له أفعال من الأفعال الخيرة الكثيرة. يأتي إليه القوم وهو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشيرون إليه إلى أن بيت المال فيه وفيه، فيقوم بنفسه ويوزع على الناس وعلى المحتاجين، ثم يتطوع بكنسه وتنظيفه رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان يفعلون رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى لما تولى الخلافة مع ذلك استمر، بل استغرب بعض الناس أنه احتمال أنه لن يستمر في أعماله التطوعية التي يقوم بها، ولكنه استمر بحلب الحليب وبمراعاة الفقراء والمحتاجين والناس الذين كان يزورهم قبل خلافته، فاستمر على زيارتهم بعد خلافته رضي الله عنه. إنما ذلك كله ماذا؟ إنما هو من الفضل والخير الذي تربى عليه أبو بكر صديق رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك بقية صحابة رسول الله رضي الله عنهم. هذا أيضا زبيدة زوجة هارون الرشيد تنفق بئرا عظيمة لأجل الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، وتقدم هذا البئر لوجه الله لمن؟ لحجاج بيت الله، حتى تنفق على ماذا؟ على من هم من أهل مكة يسقونهم بالماء الطيبة، وفي نفس الوقت أيضا يستمر الخير للحجاج وللعمار ولغيرهم. استمرت هذه البئر إلى اليوم وهي هذه موجودة، ووقفها موجود ويدر خيرا بفضل الله عز وجل وبإخلاص تلك المرأة الطيبة والمرأة الصالحة. هكذا كان يفعل الأسلاف رضوان الله عليهم في ذلك العمل وفي ذلك العطاء وفي ذلك البذل الذي كانوا يقدمونه رضي الله عنهم جميعا. أيضا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص
يحرصون كل الحرص على بذل الغالي والنفيس وعلى بذل كل ما عندهم من عطاء ومن عمل، إنما ذلك يوقفونه لأجل الله ويقدمونه في سبيل الله، وذلك يقصدون بذلك عملا تطوعيا لا يريدون جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هكذا يفعل أسلافنا رضي الله عنهم، وقص على ذلك في من سار على هديهم إلى هذا الوقت، فإن نجد من الأعمال الخيرة المباركة في الأعمال التطوعية، سواء في خدمة الحجاج أو كذلك في الأعمال الأخرى في خدمة الناس بصورة عام. يقول ابن تيمية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: هذان الأصلان هما جماع الدين العام، كما يقال أن التعظيم لأمر الله والرحمة لعباد الله. فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع، وذلك أصله التقوى، والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم. نعم، بالإحسان إليهم. ويقول الحسن رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. ويقول كذلك: من نافسك في دينك فنافسه في من نافسك في دنياك نافسه في الدين، وذلك خير لك في دينك ودنياك. بل يقول مالك ابن دينار: إن صدور المسلمين تغلي بأعمال البر، وإن صدور الفجال تغري بأعمال الفجور، والله تعالى يرى همومكم، فانظروا ما هي همومكم رحمكم الله. لذلك الشيخ السعدي قال كلمة جميلة: رحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، إنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة لهذا الدين والإنفاق في سبيل الله. أرجو الله لي ولكم مزيدا من التوفيق، يجعلنا وإياكم من الأخيار الذين يتطوعون لخدمة دينهم وبلادهم. أسأل الله لي ولكم مزيدا من التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا